وبالعودة مشاهدينا إلى الاعتداء على صحيفة شارلي إبدو في باريس، ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي سالم زهران، ومن نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك من بيروت سيد سالم زهران، الجميع يتساءل عن السلاح الذي استخدم في هذه العملية على صحيفة شارلي إبدو في باريس، عملية احترافية وصفت من قبل المراقبين، واليوم موقع جلوبال سيرتش قال إن الدعم الفرنسي للمعارضة إن كان في ليبيا أو في سوريا هو الذي أدى لاستخدام هذه الأسلحة المتطورة في عملية يوم أمس في باريس. برأيك هذا التحليل صحيح منطقي؟ مساء الخير لك ولكل مشاهدين روسيا اليوم. باعتقادي هذا السؤال ربما يحتاج إلى إجابة لو أردت أن أفيض لساعات، لكن نعم هناك عامل آخر هو الأهم. العنصر البشري في الأعمال الأمنية هو أهم من عنصر السلاح. عندما يوجد الكادر المدرب القادر على استعمال السلاح، من السهل شراء ذاك السلاح الموجود في أسواق كل العالم. باعتقادي أن هذين العنصرين المتهمين الأساسيين في هذه العملية، واحد منهم حسب المعلومات الفرنسية تدرب ودرب في العراق مع داعش، والآخر تدرب ودرب مع داعش في سوريا. السؤال المركزي هو لماذا وصلت باريس إلى هنا؟ باعتقادي أن أربع أسباب مركزية يمكن أعطاء عناوينها بالخط العريض والغوص في تفاصيلها. السبب الأول هو الدعم الأعمى للمسمى الربيع العربي. هذا الربيع العربي الذي لم يعد يغفل على أحد أنه كان ربيع إسلامي متشدد بكل معنى الكلمة، وخاصة التورط الفرنسي سواء في ليبيا عبر إدارة ساركوزي أو في سوريا عبر إدارة هولندا. أما السبب الثاني فهو التراخي الأمني الفرنسي مع هؤلاء الدواعش، وهذا التقرير فيه تصريح لبرنار كازنوف وزير الداخلية السعودي أو وزير الداخلية الفرنسي، وموجود فيه بالأرقام على موقع وزارة الداخلية الفرنسية 930 شخص. يعني الدعم الغربي، تقول سيد سالم الدعم الغربي لما حصل من أحداث في المنطقة هو الذي أدى لما حصل في باريس يوم أمس. بإطار هذا الدعم أيضا الدعم الأمريكي برأيك؟ الدور الفرنسي لا يمكن قراءته إلا ذيل في الدور الأمريكي، لا يوجد دور أوروبي حقيقي، الدور الأساسي هو للإدارة الأمريكية. نعم إن الدعم الأعمى لهذا المسمى الربيع العربي، نعم إن التراخي الداخلي الذي عبر عنه وزير الداخلية الفرنسي وقال أن 930 داعش موجودين في باريس في شهر أيلول سبتمبر، كل تلك إضافة إلى الارتهان القطري. سيدتي الكريمة، من يزور باريس يكتشف سريعا ان شانزليزيه. طب هنا نسال السيد احمد عن الدعم كما تقول الاعمى سيد سالم. النادي العريق الفرنسي اصبح ملكيه قطريه. يعني الراي العام يريد ان يفهم سبب الارهاب او سبب التطرف بالفعل الذي شهدته العاصمه الفرنسيه باريس. سيد احمد، برايك ما يقوله السيد سالم صحيح؟ الدعم الاعمى الامريكي والغربي للثورات العربيه او ما يسمى بالثورات العربيه هو الذي ادى الى ما نراه؟ أنا لا أتصور أنه يوجد دعم أعمى لأي شيء بتقوم بدعمه الدول الغربية سواء الولايات المتحدة أو أوروبا. أنا بختلف مع ضيفك من لبنان أنه يعني موقفه متحيز جدا ضد ثورات الربيع العربي. هذه الثورات الذي بدأها هم الليبراليون واليساريون والتقدميون، وبعد ذلك أنا أتفق أنه حدث انتهاز من التيارات الإسلامية وقفزت على هذه الثورات وتواطأت المؤسسات العسكرية في دولة مثلا زي مصر. بالنسبة لما يحدث في للجارة الدولة اللبنانية في سوريا فهذا موضوع آخر، لأن سوريا ملف يعني هو أدمج على الربيع العربي، ولكن مسبباته لماذا يقول البعض سيد أحمد والقوى المتصارعة فيه كانت مختلفة. لماذا يقول البعض أنه الذي حصل في باريس كان متوقع من قبل السياسيين الفرنسيين والأوروبيين بشكل عام؟ هم يقولون أنهم تغاضوا عن تنامي تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية في المنطقة، ولذلك هذه الخليات التي كانت نائمة الآن عادت وبشكل قوي جدا وفجرت الأمور التي تحصل في باريس. لماذا تم التغاضي عن تنامي هذه التنظيمات الإرهابية لكي نصل إلى ما وصلنا إليه الآن؟ في البداية أنا أحب أوضح أن حملة الإسلاموفوبيا المعادية للمسلمين للإسلام والمسلمين في أوروبا اليوم ومنذ الأمس
هي في أروق حالاتها، ونراها أيضا هنا في الولايات المتحدة. هذه الحادثة للأسف بيتم النظر لها من وجهة نظر واحدة. أنا أتذكر مقولة للمفكر والفيلسوف الفرنسي فولتير عندما يقول: أنا مستعد أن أموت دفاعا عن حقك في أن تعبر عن رأيك. الشرطي الفرنسي أحمد مرابط الذي فقد حياته بالأمس هو تجسيد لهذه المقولة. هو لا يتفق مع ما تروجه شارلي أبدو أو ما نشرته شارلي أبدو، ولكن هو فقد حياته دفاعا عن شارلي أبدو. لماذا لا نتحدث عن هذه الزاوية؟ التطرف موجود في أوروبا بكل تأكيد، ولكنه طريق ذو اتجاهين. يوجد تطرف في الأحزاب كيف اليمنية في نحاربه؟ أوروبا. هذا السؤال المطروح، كيف نحاربه؟ وزير العدل الأمريكي سوف يتوجه يوم الأحد إلى باريس، وهناك دعوات جديدة لمكافحة الإرهاب. سيد سالم، يبدو أن الإدارة الأمريكية تريد أن تدخل على الخط من الباب العريض هذه المرة لمساعدة فرنسا كما قال أوباما. هذه المساعدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب سوف تكون إيجابية برأيك أو لن تؤثر بطبيعة الحال؟ في ثقافتنا المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. في أواخر الثمانينات أرادت الإدارة الأمريكية أن تفرط الاتحاد السوفيتي فأفلتت عليه الوحش المسمى القاعدة، ثم عاد هذا الوحش وانقلب عليها في أحداث 11 سبتمبر. في الربيع العربي قامت الإدارة الأمريكية مرة من جديد وأفلتت هذا الوحش المسمى الحركات الأصولية على كل الدول الصديقة لهذا المحور، والآن يبدو أنه ينقلب عليه. أنا لدي سؤال في ذهني حقيقة لا أمتلك عنه جواب دقيق، هو مجرد حدث، أن الإدارة الأمريكية تريد أن تغرق الغرب وخاصة فرنسا وألمانيا من بعدها بالكثير من المشاكل. الإدارة الأمريكية لن تكون حزينة على الفرنسيين وهم يسقطون، لن تكون حزينة على أوروبا وهي تراها تنهار وتتحول إلى رجل مريض يشبه تركيا العثمانية. أنا باعتقادي أن الإدارة الأمريكية لن تكون صديقا صدوق، بل سوف تورط الأوروبيين وخاصة الفرنسيين والألمان بالمزيد من الحروب والكوارث. توافق لأن سيد الأمريكي أحمد؟ عبر التاريخ ليس لديه بالطبع صديق أرفض داخل. هذا الطرح شكلا وموضوعا. هذا كلام ما يطلق عليه الريتوريك، التكراريات ونظريات المؤامرة الكونية. لماذا تغرق أمريكا فرنسا وألمانيا أكبر حلفائها في القارة الأوروبية حتى تحل بها بتنظيمات إسلامية مثل داعش؟ هل هذا كلام يعقل؟ هذا كلام لا يندرج تحت أي بند، ولا يحتمل حتى أن ما هي المصلحة التي ستحققها أمريكا؟ ما هي سيدي مصلحة أمريكا الفاضل، سيد سالم؟ الشؤون طيب الدولية نعم لا يجب التعامل يا معها سيد بطريقة نظريات نعم يا سيد الكريم المقاهي أنا لم والحماة. نعم نعم يجب أن نعم نكون أولا أنا مصدومين، أتفهم ويجب أن وجهة نكون نظرك لأنك منطقيين موجود في الولايات في المتحدة التعامل. الأمريكية ومن الطبيعي أن تتحدث بذلك، لكن أتمنى عليك بلطف سيد الكريم ألا تخرج عن سياق الكلام المهذب. يا هذا سيدي الكلام ليس الفاضل أنا كلام حماس، أتحدث هذا من واقع الكلام هو تجربة كلام أن عبر عشت التاريخ. سنوات في ولا القارة مرة الإدارة الأوروبية كما الأمريكية عشت يا سنوات صديقي في اسمعني أمريكا. أرجوك أنا سمعتك، أوروبا أنا أحداث فيها سمعتك، أنا مشكلة مع سمعتك اليمين سيد المتطرف الكريم، سيد أعمق الكريم أنا من شكل سمعتك التطرف يا الإنساني. سيد هذا الكريم التطرف أنا الذي سمعتك وصل أرجوك إليه لا الشباب تشوش الجيل لا الحالي تشوش لا تشوش لا يا والطيب. سيد احنا الكريم فقط فلنسمع الرد من لا ضيفنا من تشوش، بيروت الديمقراطية هي أن تسمعني كما سمعتك. ونعود إليك إلى واشنطن سيد أحمد، تفضل سيد سالم. إلى نيويورك عفوا. في فيتنام عندما دخل الأمريكي إلى هذا المستنقع وعندما انسحب عملاء، وما زالت الصورة موجودة وحية، عملاء الأمريكيين في فيتنام عندما تعلقوا بطائرات هليكوبتر كان هناك جندي أمريكي يرصفهم نزولا. هذا هو التاريخ الأمريكي وهذه هي السياسة. فلنتحدث عن الآن سيد سالم، أليس هناك نية أمريكية صادقة؟ لكن أنا أريد أن أقول أن الإدارة الأمريكية تريد أوروبا على الإطلاق، الإدارة الأمريكية تريد للأوروبيين أن يكونوا بحالة ارتباك وبحالة ارتهان دائم إلى الإدارة الأمريكية وبحالة انشغال دائم. أنا لا أقول أن الإدارة الأمريكية تريد أن تستبدل الرأس الأوروبي برأس داعشي على الإطلاق، لكن هي تريد نظرية الاستنزاف وأن يبقى كل الموجودين حول الإدارة الأمريكية في حالة استنزاف وفي نعم حالة ضعف وفي حالة وهن دون أن يسقطوا.
طيب سيد أحمد، يبدو أن السيد سالم فسر أكثر الطرح الذي تفضل به، ما زلت تعتبره مؤامرة يعني بإطار المؤامرة الحياتية في القارة الأوروبية؟ اليمين المتطرف هو مشكلة أوروبا. حتى بان كي مون سكرتير الأمم المتحدة خلال المؤتمر الصحفي في نهاية العام منذ أسبوعين نوه إلى أن اليمين المتطرف والحركة المضادة للمهاجرين المسلمين يجب أن تتوقف ويجب أن يسود صوت العقل. كان تحدث حوادث الآن في السويد، السويد اللي هي الدولة الإسكندنافية التي لم نكن نسمع عنها شيئا، يحدث حوادث موجهة ضد المهاجرين المسلمين. ألمانيا في دريسدن الأسبوع الماضي فقط أكبر مظاهرة حدثت في ألمانيا منذ سنوات ضد المهاجرين وبروز الحركات اليمينية والنازية الجديدة في أوروبا. فرنسا هذه الإشارات تثبت كلامنا يا سيد الكريم، هذه الإشارات تثبت كلامنا وليس العكس. الفلامنكية يا سيدي، هذا واقع أوروبا. أوروبا هي موزايك واليمين المتطرف هو أكبر مشكلة وهو الذي يؤدي، لأنه كلما زاد الضغط وكلما زاد الكبت وكلما زاد إنكار الفرص وعدم تساوي الفرص للمهاجرين. أنت تعالج ردة الفعل ولا تعالج سيد الكريم أصل الفعل، مما يؤدي إلى تطرفهم في النهاية. تفضل سيد سالم، ما هو أصل الفعل؟ أصل ما هو الفعل أن جاك شيراك الرئيس الفرنسي أصل الفعل أن هناك إدارة فرنسية مهترئة تشبه الإدارات في دول العالم الثالث، وسأعطيك إشارات. الرئيس جاك شيراك تبين أنه كان مرتهن وكان فاسد وهو يحاكم، وقد حكمت المحكمة عليه بسلسلة من الأحكام، وكان مرتبط برجال أعمال سعوديين ولبنانيين للأسف. الرئيس ساركوزي أيضا اليوم موجود لأنه قبض أموال من معمر القذافي، ثم عاد وقبض أموال من حمد بن جاسم، وعلى أثارها قام بالسطو على ليبيا مرتين. والرئيس هولند، سأذكرك وأذكر المشاهدين من بقي منا حيا، أنه أيضا عندما يخرج من الأليزي سوف يذهب إلى المحاكمة وسوف بين أنه تقادر شاوة سواء من السعوديين أو من القطريين. نادي باريس سان جيرمان الذي يعبر عن روح باريس الآن ممتلك من قبل العائلة القطرية. وعلى كل حال سيد سالم، الأيام المقبلة تحمل توضيح أكثر لهذه الإدارة، هي إدارة مكافحة الإرهاب بالتحديد، صورة مكافحة الإرهاب بالتحديد والتي تهم الرأي العام والمدنيين، والتي قالت عنها موسكو دائما أنها يجب أن تكون بحسب المحافل الدولية والعودة إلى مجلس الأمن الدولي. لضيق الوقت شكرا لك من بيروت المحلل السياسي سالم زهران، وشكرا لك من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي.